وفي كلمته خلال الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، قال الرئيس السيسي إن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات، وذلك بفضل الأمن والاستقرار في البلاد. بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هنعبرها بخير وسلام. وأتصور إحنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة، مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الأزمة بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثرها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني أثره بقت يمكن التعايش معه. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت، حتى لو كانت ليها أثر صعب علينا دلوقتي، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يبقى يبقى تبقى الأوطان، اللي يبقى تبقى الأوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام.